بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التهجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التهجد، وبوب له بقوله: باب طول القيام في صلاة الليل. يعني يسن للإنسان أن يطيل القيام في صلاة الليل. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة قيام الليل، قال: فلم يزل قائما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام في صلاة الليل فأطال القيام. في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المشهور أنه عليه الصلاة والسلام قال: قام ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ فيها بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، يقول: وكان إذا مر بآية تسبيح سبح، أو سؤال سأل، أو تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني كم أطال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. حذيفة يقول: سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، مش قراءة يعني أي قراءة، لا، يقف عند كل آية ويتفاعل معها. حتى حذيفة رضي الله تعالى عنه يعني قال: فهممت كذلك، فهممت بأمر سوء أن أنصرف. يعني قال سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، قال: فقلت يقف عند آخر البقرة، ثم بدأ بالنساء، ثم بآل عمران، فقرأ يعني هذه الآية السور الطويلة في ركعة واحدة. هنا كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ يعني شو نويت أنت؟ شو هميت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل وهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام، مش يطلع من الصلاة، لا، قال: هممت يعني عزمت وقصدت أن أخالف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يكون قائم سبحان الله وهو يجلس، فقال هذا من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قائم يقرأ ويصلي، وأنا أجلس خلف النبي عليه الصلاة والسلام أو بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون من سوء الأدب مع نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتركه قائما وأصلي معه قاعدا. فهذا ما هم به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا هذا طبعا هذا الحديث نستفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام كما ذكرنا سابقا. هذا ليس في الفرائض، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في النوافل التي كان يصليها بنفسه، وأحيانا يصلي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه. كذلك تأدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلهم لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة الطويلة، للعبادة التي كان يشكر الله عز وجل فيها على ما أنعم الله عز وجل عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعلم ما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.